الماضي كان في موسكو عام 2019، واللقاء القادم قد تم تعديله بسبب جائحة كورونا، والآن سيجري لقاء للمنتدى الروسي العربي للتعاون في قبل نهاية هذا العام في مدينة مراكش. لقد ناقشنا الأوضاع في العالم وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا يجعل مهمة تعزيز تنسيق تعاوننا أكثر أهمية. وكما تعلمون على ضوء ما يجري اليوم في غزة وكذلك على الأراضي الفلسطينية، لقد أكدنا موقفنا حول عدم قبولية أي عنف وكذلك عدم مقبولية الإضرار وكذلك إلحاق الموت بالمدنيين أينما كانوا في أي دولة كانت، وكذلك عدم مقبولية احتجاز النساء والأطفال. ونحن وجامعة الدول العربية بصوت واحد دعونا لوقف العنف والأعمال القتالية والانتقال إلى المحادثات. وأود هنا القول بأننا قلقون جدا بسبب مقتل مئات الفلسطينيين والإسرائيليين وكذلك إصابة الآلاف من كلا الطرفين، وهناك عملية جادة يقوم بها الجانب الإسرائيلي في الضفة الغربية وكذلك في قطاع غزة، كما تحشد القوات الإسرائيلية على الحدود مع لبنان. وندعو الجميع لوقف أي أعمال قتالية، ونطالب ذلك بحزم. وقد سمعنا تصريحات زملائنا الغربيين الذين ينددون بالهجوم ضد إسرائيل، ونحن نعول على أنهم سيدعون كذلك إلى وقف الأعمال القتالية، ولكن موقفهم يطرح الكثير من المسائل، لأنهم يطالبون ب وقف الأعمال القتالية ضد إسرائيل، وإسرائيل يجب أن يفوز وينتصر على الإرهابيين. وهذا ما كان على مدى الأزمة غير التي لم يتم تسويتها على الأرض. بعد أن هدأت الأوضاع لم يتم طرح أي جهود للحيلولة ولاجتثاث الأسباب التي تعزز الاستقرار في الشرق الأوسط، وأقصد هنا تسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين بناء على قرارات مجلس الأمم المتحدة وكذلك الاتفاقيات بين الأطراف في أوسلو وفي مدريد، وكذلك بناء على المبادرة العربية. وكل هذه القرارات تطالب بإنشاء دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية في سلام وتعاون. ولسان الرئيس فلاديمير بوتين قد أكدنا على ضرورة تعزيز أمن فلسطين وإسرائيل، ودعونا ونحن قلقون على مستقبل المواطنين الروس في هذه المنطقة، ونحاول معرفة إن كان أحد من مواطنينا في الخارج في هذه المنطقة يطلب أو يحتاج إلى أي مساعدة أو يحتاج إلى المغادرة إلى روسيا. وهنا أود أن أؤكد مجددا بأننا لا يمكننا أن نوافق على أنه لابد من تعزيز الأمن فقط من خلال محاربة
الإرهاب والتطرف، وهذا يقوض قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة. وهنا لا يمكنني إلا أن أشير إلى السياسة غير البناءة للولايات المتحدة، والتي تقوض الجهود الدولية بما في ذلك الرباعية التي تضم روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وكل ذلك كل هذه الجهود التي كانت موجهة لتنفيذ القرارات لبناء دولتين. وبدلا من العمل في هذه القناة والتعاون مع جامعة الدول العربية، يحاول الأمريكيون استغلال الجهود والابتعاد عن أو الحوار بين فلسطين وإسرائيل عن المسار السياسي لإقامة دولتين، واستبدال هذه القرارات وخاصة قرارات مجلس الأمن من خلال بعض القرارات لتحسين ظروف المعيشة للفلسطينيين وكذلك الأرض، ولكن لا حديث يدور حول بناء دولة فلسطين وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة. الأمريكيون لا يرغبون بمثل هذه الأحاديث، ومن الضرورة بمكان أن نؤيد وندعم جامعة الأمم المتحدة. ففي الفترة الأخيرة هذه المنظمة قد قدمت الكثير من المبادرات بما في ذلك عودة سوريا إلى الأسرة العربية، ويتم تطبيع العلاقات بين السعودية العربية وإيران، وهناك تقدم ملحوظ في تسوية الاتصالات والعلاقات بين سوريا وتركيا. وكل هذا إن تم تنفيذه بالحجم المطلوب فسيساعد على استقرار الأوضاع في المنطقة، ولكن القضية الفلسطينية لا يمكن تأجيلها، وقرارات الأمم المتحدة يجب أن تنفذ. نحن نعتبر أن جامعة الدول العربية يمكن أن تلعب دورا حاسما ومهما لإعادة الأوضاع السليمة والصحية في المنطقة، وكذلك تقديم الخطوات العملية لبناء دولة فلسطين، والتي أؤكد مجددا تضمنت بقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، والتي ستعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل وتعزز هاتان الدولتان أمنهما، وكذلك علاقات حسن الجيرة. وهذا الطريق الأفضل والأكثر ضمانا لحل الأزمات التي تشتعل من حين إلى آخر في هذه المنطقة. كذلك تحدثنا عن تسوية الأزمة السورية وكذلك المشاكل العالقة الليبية بسبب اعتداءات الناتو في عام 2011، واليوم هناك جهود تتخذ بصعوبة لإعادة الدولة الليبية. لذلك كذلك تحدثنا عن وقف سفك الدماء في السودان، وهناك أفكار مستعدون لدعمها من قبل الجامعة العربية، وبطلب من أصدقائنا حدثناهم عن الأوضاع الآنية والأوضاع الراهنة في الأزمة الأوكرانية، وكذلك بشأن المفاوضات تحدث الرئيس فلاديمير بوتين خلال منتدى فالداي عن موقفنا بشكل واضح، فلن يكون هناك أي مفاوضات إن لم تكن هناك أسس جدية وليس إدارات. ونحن نرى ابتعاد أوكرانيا عن أي مفاوضات عدا ما يسمى بصيغة زيلينسكي، التي تعتبر عبارة عن مشروع بروباغندا غير قابل للتطبيق. أعطي الكلمة لصديقي وأشكره على زيارته.
Это себя не что иное, как просто чисто пропагандистский, абсолютно нереализуемый проект. Я признателен моему другу и коллеге и